أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب، ونستعرض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، 24 درجة مئوية، الملموسة أيضا 24، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاك أحوال جوية غير مستقرة، زخات من الأمطار 32 إلى 20، عرعر أيضا زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 19 درجة مئوية، أما تبوك طقس صافي 34 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أيضا أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة 36 إلى 25، جدة 30 إلى 29، مكة المكرمة زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة 37 إلى 29 درجة مئوية، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 22 إلى 16، زخات رعدية من الأمطار، أبها نفس الأجواء مع 25 إلى 17، وجازان 36 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 33 إلى 26، حفر الباطن 34 إلى 23 مع زخات من الأمطار، أما الإحساء 35 إلى 25 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 32 إلى 25 مع زخات رعدية من الأمطار، نفس الأجواء في بريدة مع 29 إلى 22، أما حائل 27 إلى 18 درجة مئوية مع أحوال جوية غير مستقرة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.